البداية كانت بسيطة، ودائما البدايات الحلوة بتعطينا الأمل والتفاؤل والعزيمة. من قهوة صغيرة لمحل أدوات منزلية كبير وناجح. النجاح تفاؤل، ونتيجة مجهود ما بيفتر، وعزيمة لا بتكل ولا بتمل. المحل تأسس 1961، كان جده لبابا طبعا، بعدين اجى الوالد بال1980 تقريبا، 75 يعني، بنهاية الثمانينات. بعدين المحل كان كتير بسيط، يعني كان قبل كان قهوة بسيطة، قهوة يعني، كانوا يجوا أيام زمان كانوا طرابيش، إذا بتتذكري الحمر تماما. بعدين الوالد بال1908 وقت نزل كان الاستيراد كتير قليل، يعني يجيبوا شغلات بسيطة، فناجين قهوة مثلا، موديلين ثلاثة مثلا، بعدين كان موديل صحن، معالق شواك بسيطة. بعدين وقت فتح الاستيراد، الوالد بلش شوي شوي يقوي المحل. يعني أنا نزلت على المحل تقريبا بال2005، شوي شوي طورنا المحل. يعني نحن الحقيقة لو ما الأزمة كنا حابين نطور حالنا أكتر، زبط الأمور، بس إن شاء الله الأيام اللي بدها تجي تكون أفضل.